شيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في بلدي هناك بعض المساجد تؤدي صلاة الجمعة مرتين لأن المسجد صغير ولا يوجد مكان للمسلمين غير هذا، فهل هذا جائز؟ والله هذا مشكل، يعني هذا مشكل. حطون موضع، لو ما هو في هذا المكان حطون موضع ثاني في البلد يصلون فيه، ينقسمون إلى قسمين، يبعد عن المحل هذا ويحطون موضع ثاني، إما يستاجرون ولا يشوفون لهم حيلة. نعم، أما ينحصرون المحل واحد ويكررون الصلاة فيه، هذا ما يتبين لي أنه جائز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.